اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي الكرام، رجعت لكم اليوم فيديو جديد يا اساطير. طبعا حبايبي مثل ما الكل بيعرف، اليوم جدد اول شيء جدد الرانكت، اوكي جدد الرانكت طبعا، ونزل كثير من الاحداث يا اساطير، نزل كثير احداث. بس ولكن شباب، هذا الفيديو بهذا المقطع حبايبي راح نركز على الشخصيه الجديده. طبعا حبايبي الشخصيه الجديده اللي هي موجوده بالمتجر الهاكر، اوكي. طبعا شباب قبل ما نبلش المقطع لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتصلوا على الحبيب محمد، اوكي. حبايبنا ركزوا معي. اليوم نزلت الشخصيه الجديده، نزلت مكانين صراحه. يعني شفت يعني كيف اقول لكم، يعني اذا تقدروا تشتروها الحزمه من المتجر او من المتجر الهاكر تقريبا نفس الشيء، اوكي، ما يختلف كثير 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 يعني بالسعر، اوكي حبايبي. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين بالمتجر الهاكر نزل كثير اشياء حلوه. طبعا بالنسبة للناس اللي عندها مثلا سكنات الموجودة هون، اللي ما عندهم واللي زم سكنات هون يقدروا بيشتروها مرة تانية بغير مكان، نفس الشيء، اوكي حبيبي. طبعا شباب ما راح نطول عليكم، راح نختار الحزمة والجائزة الإضافية الشخصية الجديدة، ماشي يا اساطير. طبعا بالنسبة للرخصات شباب كلهم عندي كل شيء الحمد لله، كل شيء تمام. نعمل تأكيد حبايبنا الكرام، ليتس جو. اوكي شباب، طبعا هون شباب في عنا واحد لفة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تعرفوا موجودة هون. بالنسبة للناس اللي ما بتعرف كم لفة، يعني كل لفة عن لفة كم يختلف عن هون، تسعة، خمسين، مية وخمسين، ثلاثمية وإلى آخره، ماشي يا أساطير. خلينا نشوف شباب جرب حظنا، ممكن يطلع لنا يعني مش لفة. يلا ليتس جو. تسعة، كمان. طبعا شباب انا بدي اكون صريح معكم، يعني بدل متجر هاكر يعني دائما 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 ولا مره يعني طلع لي من اول لفه. ليك حبايبي مثل ما انتم شايفين بدنا نمشي بسرعه شباب عشان ندخل بسرعه ونشوف ال شو ميزات الشخصيه، نشوفها مع بعضنا حبايبي، اوكي. يلا بعرف يعني خلاص هي كود الشخصية، تمام. يلا خلاص اخذنا كل شيء. لوز. اوكي نروح على الخزنة، ليتس جو. صندوق لا ثواني، الباقة. ليك الشخصية حبيبي، هي مثل ما انتم شايفين. عن جد شباب الصراحة يعني اللبسة الصراحة عجبتني، يعني شيء هيك خفيف نظيف ويعني وحلو. بالنسبة للشباب الصراحة شباب، هل يا ترى هي الشخصية راح ننسى شخصية قال لك راح تكون هي الشخصية الثانية شباب؟ لأنه الصراحة شباب شفت هالشخصية فيها أشياء كثير حلوة راح نشوفها مع بعضنا، أوكي يا أساطير. بالنسبة لشكل الشخصية شباب يعني صراحة قال لك أحلى، بس انا اعتقد انه هالشخصيه ممكن تتغلب على الوك حبايبي. خلينا نفتح الصندوق ونشوف. يلا نفتح هذا البتاع نروح لعند الشخصيه شباب. وين؟ لا هون، اسف تغيير. اوكي وينه مايند اوفر ماتر. يا شباب one step closer to enlightenment. One step closer to enlightenment. لوز. اوكي شباب، طبعا شباب ما شايفين ميزة الشخصية شباب هي ما يعني ما تعب بدم، فهمتوا علي كيف؟ ميزة الشخصية هي ما تعب بدم، فهمتوا علي كيف؟ تعبي الدم بس ولكن راح هي تعبي اللي هي اسمها الاي بي، فهمتوا علي؟ الاي بي اللي هي الشيء الاصفر، فهمتوا علي؟ بتعبى. ندخل نعمل جيم شباب وراح نشوف مباشرة، ما بدي احرق عليكم، خلينا بس نطور الشخصية شباب. نطورها انه ناخذ كل هذول نشكلز وضعها على اللوز، نعملها تطوير عادي، ترقيه المستوى عندنا معنى هذا. ثواني اوكي حبيبي، رحت على المتجر هذا، المتجر تبعت البطاقات الحمر وجبت هاي البطاقه هاي. طبعا طورناها حبايبي مثل ما انتم شايفين. بدنا نشوف شو عندنا هون، ممكن يلزمنا شيء ثواني. anyway شباب راح نطورها على رواق. طبعا يعني كل شيء بيزداد نسبه شوي. اوكي خلينا نلبس الباقه تبعيته، نلبس الباقه تبعيته حبايبي، موجوده حلو. تزويد لوز. خلينا نحط لهم. طبعا للاسف الشديد حبايبي انه
ما راح نقدر ندمج مثلا هالشخصية مع شخصية يكون موجود فيها مهارة. طبعا مثل ألوك فيها مهارة خاصة له، لازم نحط الشخصيات طبعا اللي يسموها شخصية النشط. راح نحط الشخصيات الثانوية اللي هي شباب يسموها دائما مثلا مثل هاياتو، مثل بالوما، ومثل كيلي للسرعة. تمام، شخصيتنا كل شيء فول ولوز اللوز. خلينا نشوف مين موجود مين مو موجودين من الشباب. ندخل جيم هيك سريع. نبرس عم تسمعني؟ تعال ندخل هيك شيء سريع على السريع شباب، هيك جيم كلاسيك سريع. ليتس جو. اوكي يا حلوين، مثل ما انتم شايفين حبايبي الكرام، هي هي الشخصية، لبسة الشخصية عن جد يعني شيء حلو. عندنا هون شباب اللي شايف المهارة، طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني رح نحاول نضغط على، لا ريت ما كنا ضغطانين عليها، بس راح نشوف شوف اني واي، راح نشوف شباب ننزل ونشوف مع بعض. طبعا شباب حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب الدويره طلعت، شايفين حبايبي الدويره طلعت يعني شي لوز اللوز. خلينا ندخل لتحت ونشوف شو الاوضاع. اوكي حبايبي يا اساطير، مثل ما انتم شايفين حبايبي تحت، ركزوا معي هون 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 وين ما حاطط اصبعتي، الاوبي طبعا انا شباب انا هي بالحسب الانجليزي اللي الاوبي بالاوبي بالفرنسي والايبي بالانجليزي، فهمت علي؟ عم تزاد كل ما لعبت تزاد لنسبه معينه شباب، اعتقد هي 150 كان لازم نشوف من الاشياء الموجوده على الشخصيه. اوكي طبعا شايفين عم تزيد وعم تزيد كل ما لعبت تزيد عم تزيد. اوكي راح نجرب اشياء حبايبي، بس بدون نخلص من هذول الموجودين معي. خلينا نجلدهم. الزلمه ليش عم تجي معنا؟ اوكي شباب لاحظين تحت حبايبي كل ما لعب تزيد عم بتزيد عم بتزيد. خلينا نشوف لما راح توصل، اعتقد مثل ما قلت راح توصل لنسبه معينه. ان شاء الله ما حدا يقتلنا لانه الوضع ما في سلاح ما في سلاح ما في سلاح. تعال نروح لهونيك نبرس داخلين الكلاسيك لنشوف لنشوف لنشوف. تعال نبرس. لا يا زلمه لا يا زلمه. اوكي اوكي ما في مشكله، خلي خلي يدمج خلي يدمج خلي يدمج، ما في مشكله ما في مشكله. طبعا شباب شايفين معي الايبي دائما شغال يعني 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 الشيء الحلو بهالشخصيه حبايبي يعني مش الوك تقدر تستخدمه مره واحده ويعبي لك دمك، بينما هي شباب يعني دمك دائما دائما شغال مثل ما انتم شايفين. يعني دمي دمجت شوي اوكي وكل ما له الدم عم يتعبى يعني عن جد شيء حلو. يعني بيزيد هلا صار 200، شايفين معي صار 200. اوكي وقف عم يرجع يزيد بالاصفر، شايفين معي كيف حبايبي؟ عن جد شيء مرتب. يعني هذه شباب الشخصية هي يعني عن جد يعني راح تكون من الشخصيات الواو واو. اوكي طبعا شباب خلينا ناخذ خلينا نروح ادمج حالي مثلا دمج حالي مثلا. طلع معي ركزوا ركزوا نشوف شايفين ركزوا معي عم يزيد. خلينا نجرب الشخصية شباب. طبعا معنا هون شباب اوكي اوكي شوفوا شباب طلعت الدائرة مثل ما انتم شايفين وكل ما له عم بيعبي دم بسرعة قوية كتير كتير. يعني شايفين شباب كل شيء موجود يعني كل الاصفر مركزين معي كيف يعني الاصفر عم يعبي عم يعبي كل شيء موجود. كل ما يكون معك الاي بي اللي هي الصفرة حبايبي، يعني مثلا اذا تكون معك مثلا اذا دمك مثلا 20 ويكون معك مثلا 180 اي بي تشغل الميزه تبعت الشخصيه بتعبي كله يعني ما يوقف. تعالوا نروح نشوف عم نحاول نعبي، شايفين شباب واقف هلا راح نوقف. شايفين شباب كلا الاي بي موقف لانه الشخصيه مفعله على الاخير. تمام راح نوقفها راح نوقف الشخصيه. هلا هيك وقفنا الشخصيه حبايبي، وقفنا الميزه اللي هي ال المهارة تبعتها مثلا من الوك في الدائرة يعبي يوقف، بينما هي شباب يعني تعمل اكتيفيشن وتسكرها، فهمت علي؟ يعني مثلا خلينا ناخذ مثلا ناخذ شوي من الفطور من الفطور ناخذ شوي فطر ناخذ شوي فطر. تعالوا معي لهون ناخذ كمان نروح ننتحر ناخذ شوي من الفطور نروح ننتحر تحت دمنا شوي. عندك 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 قنبلة؟ عندك قنبلة؟ اعطيني كم قنبله نشوف. خلينا نعبي شويه لنشوف نعبي مثلا 100 180 180 بالفطر. ثواني يا ستير ثواني خلي يعبي. شايفين شباب خلي يعبي خلي يعبي. طبعا شباب كل ما تطور الشخصيه حبايبي، انا هلا عندي شخصيه اعتقد ليفل 5 ولا 4 ما اتذكر، كانت ليفل 5 مو هيك؟ 5 اعتقد 4. اوكي اني واي ركزوا معي حبايبي،
الويب كمان عم تزداد. ها وقفت، شايفين شباب ما عاد تزيد. كمان نرفع الليفل الشخصي كمان بتزيد اكثر. يلا خلينا ننتحر شوي لنشوف. تعال اضربني اضربني. شوفوا شباب ركزوا معي ركزوا معي حبايبي. فعل الشخصية فعلناها، شايفين معي حبايبي يعبي بسرعة. مثلا نبرس اضرب الوك، شغل الوك، شغل الوك مثلا. شوفوا شباب شوفوا مع الوك كيف شو عم بيصير. ركزوا معي كيف يعني الدم عم يطير طيارة، عم يعبي بسرعة بسرعة بسرعة. وهذا الشيء كثير حلو يعني شباب. يعني مثلا إذا حدا من فريق عندك نزل وعندك شو ما يوقف ما يوقف يعبي خلاص هيك ما بقى في بي وقف عم يرجع يعبي. شايفين معي كيف؟ عنجد شخصية حلوة حبايبي، عنجد يعني شخصية مرتبة كتير 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 الصراحة شباب. أنا يعني الصراحة أكون صريح معكم رح أبقى مع هالشخصية. أوكي عطوني رأيكم حبايبي بالتعليقات تحت إذا عجبتكم الشخصية. طبعا بعد شوي شباب بس نخلص المونتاج هذا الفيديو رح نطلع على البث المباشر على الفيسبوك حبايبي. بتطلب من الجميع يروح ل على الوصف ونحط لكم، رح نحط لكم بالنسبة للناس الداخلين جديد أهلا وسهلا. بعد شوي شباب رح نعملها نستكشفها أكثر وأكثر وأكثر على البث المباشر حبايبي. بعد ما ننزل هذا المقطع رح تشوفوني تقريبا بعد نصف ساعة أو ساعة من هذا تنزيل المقطع نكون على البث المباشر. أوكي حبايبي على الفيسبوك الكل يروح على قناة الفيسبوك شباب والرابط. وبتشكر حبيبي نبرس اللي كان معي بالهذا، شكرا حبيبي. ولا تنسوا حبايبي تحطوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا اساطير، ونشوفكم في فيديو جديد يا اساطير. تشاو.